لمود هادي لمود حالم لحب لمش... وفجاه انت لقيت حاجه تانية نزلت فوق كسرت الدنيا. فهنا الشوك ده هي اللي مرمومه. فيعني المؤلف بيبقى بيحاول ان هو يمسك ودن المستمع كده ويقول له خليك معايا خليك معايا عشان انا هعمل حاجه دلوقتي يعني هعمل حاجه الحاجه دي هتاثر فيك نفسيا وده الهدف اللي هو سواء ان انت حبيت يعني عجبك اللي حصل او ما عجبكش هو ده هي دي المشكله يعني هي دي المعضله. في تفكير عقلاني جامد جدا بيحصل ان هو عايز يهيئك لحاله نفسيه معينه. ممكن الحاله النفسيه دي تكون جميله جدا حاجه تحبها وممكن تكون حاجه تكرهها بس هو عايزك تكرهها يعني هو ده هدفه هو. فهنا دي الالوجن ان هو بيحيلك بحاجه وما يحققهاش او بيحيلك بحاجه وممكن يحققها بس الحاله ديت ما بتبقاش الالوجن. بس عشان كنت بتكلم على كنت رحت بره هناك كنت بتكلم عن دون جوفاني موتشارت في الاوبرا في الاوبرا بتاعته في سين بتاع البورروم بورروم ساحه الرقص في سين بتاع ساحه الرقص وساحه الرقص ديت بيبقى فيها هو كمؤلف طالب ثلاث فرق موسيقيه مختلفه تكون موجوده على الستيج وكل فرقه بتعزف حاجه مختلفه. فادي اهو كوتيشن بتاع ستايلز موجوده على المسرح وده منك ثلاث فرق موسيقيه موجوده مالهاش علاقه باللي موجودين في الحفره تحت. كل واحد بيعزف فيهم رقصه مختلفه عن الثانيه وهو ده التداخل ما بين الستايلز اللي بيحصل. في مؤلفه تشارلز ايفز برضه في اوائل القرن العشرين هنا هو المؤلفه ديت فيها عباره عن هو متصور هو في الساحه بتاعه في مش فاكر كان يونيون سكوير ولا حاجه زي كده ده تخيله هو يعني. وانت عارفين في امريكا في باريدز بتحصل باريدز اللي هم العروض الموسيقيه اللي بتمشي في الشارع تا 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 فهو متخيل ان هو واقف في النص وفي اثنين عروض موسيقيه عرض عسكري موسيقي واحد جاي من الناحيه دي وواحد جاي من الناحيه دي وكل واحد بيعزف حاجه مختلفه وده اللي بيحصل في الموسيقى انت بتسمع حاجتين مختلفتين كل واحده ناحيه بعيده عن الثانيه ويفضلوا يقربوا لغايه ما يبقوا هم الاثنين مع بعض كل واحده في تونالتي مختلف عن الثاني فانت بتسمع دوت التنافر ما بين الاثنين لغايه ما بيبقوا مع بعض وبعد كده يروحوا سايبين بعض ثاني وكل واحد يروح في اتجاهه وبتختفي يعني اول ما يوصل الاخر كده يوصل الاخر خلاص الموسيقى بتنتهي. فهو ده برضه هو ده بول ستايلرز تعدد الاساليب ان انا بستخدم اسلوبين مختلفين وبحاول اعمل منهم عمل فني او بس الهدف منه التاثير اللي هتمر بيه ان انت فعلا بتحس ازاي الاثنين توناليتي دول بيقربوا لبعض وبعد كده بيخبطوا في بعض وبعد كده بيسيبوا بعض ويمشوا كل واحد وبيفضلوا كل واحد محتفظ بالكوهيرنس بتاع الكونسستنسي الكيان بتاعه ما بيحصلش تفتت في البناء. ف يعني هو حاجه جميله جدا يعني بالنسبه لي انا ان الواحد يقدر هو يعني لازم برضو اقدر يعني اشير الى ان اي مؤلف موسيقي دراسته كمؤلف بتبتدي بمحاكاه الاخرين. يعني اول ما بمسك ولد صغير بعلمه تاليف ببتدي اكتبيه اول حاجه بيكتبوها بيكتبوا باسلوب بلاسترين اللي هو نص عصر النهضه وبعد كده يتعلم ازاي يكتب باسلوب بارخ وهكذا لغايه ما بتدي حاجه في حاجه بيبتدي يعني هو التقليد هو الوسيله للتعلم في التاليف. طبعا لغايه ما بيوصل وده بيبقى ضغط على ضغط من الاستاذ يعني خلاص يا ابني كفايه كده سيب الحاجات ديت اعمل حاجتك انت. فبضغط من الاستاذ بيبتدي يسيب التقليد دوت ويبتدي يحاول ينمي اسلوبه الشخصي. بس اما الواحد بينمي اسلوبه الشخصي خلاص وبيبقى متمكن من حرفته قمه الحرفيه ازاي تحط الاساليب دي كلها جنب بعضها بحيث ان هي تبقى كونسيستنت. ازاي ان انت يعني حتى من الحاجات اللي بيحكم عليها عن المؤلف كويس ان هو لا 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 ده مش كونسيستنت ان هو في حاجات لا ده الحته دي موتسر لا الحته دي مش عارف ايه لا مش مفيش تجانس في العمل الفني. لكن التجانس يوجد في العمل الفني اذا كان هو نسج الافكار ما بين الاساليب المختلفه ديت بطريقه صح في خط واضح واصل الافكار مع بعضها.
فانا بالنسبه لي انا كمؤلف انا شايف ان قمه الحرفيه ان الواحد يوصل للحته اللي هو يقدر ينسب نسيجه باساليب مختلفه بحيث ان هو ما يحصلش دروب في السمع ان حد يقول لا ده مش مظبوط هنا خالص. بس النهارده الحاجه المهمه في الحفله بتاعتنا ان احنا النهارده عندنا هنقدم عملين اللي هما فازوا بالمسابقه بتاعت برنامج التاليف للشبان. فاحنا هنقدم ان شاء الله النهارده العمل ستانيك كوارت بتاع بهاء الانصاري. وهنقدم ستانيك برضه رباعي وتري بتاع شادي حنا، بس للاسف شادي حنا هو بيدرس في فرنسا فهو مش موجود معانا هنا، هو موجود معانا الروح بس مش موجود معانا فيزيكال يعني. فالجزء الاول من الحفله هيكون العملين شادي حنا الرباعي الوتري بتاعه، وبعد كده الرباعي الوتري بتاع بهاء الانصاري، وبعد كده هنبتدي في عملين تانيين اللي هو الشريف محي وعمل ليا انا، وانا هبقى اتكلم عن العمل بتاعي. بس تسمح لي بسؤال؟ اتفضل. سيادتك كومبوزر، تحديد في تفكيرك كومبوزر لما بتيجي تعمل تؤلف بيس القطعه بتاعتك، هل بتفكر في ان الميوزك ساوند فايبريشنز ده بيشتغل هيلينج للمستمع ولا دي ما بتلاقش في فلسفتك؟ لا يعني هو دايما يعني ادينا فكره بس. لا هو في عشان بس نبقى اوضح لحضرتك الموضوع بقى عشان الموضوع ده صعب جدا. هل العمل الفني المفروض ان هو يكون فيه تقارب ما بينه وما بين المستمع ولا لا؟ لا دي مش شور. المفروض بس هي دي مش شور، لان مثلا عندنا مؤلف عظيم مثلا زي إلي كارتر وميلتون بابت كاتبين ارتكلز ممكن حضرتك تدور عليها على الانترنت هتلاقيها هو جيمز اف يو لسن. من يهتم اذا كنت تسمع؟ الموسيقى هنا هو مجرد عباره عن بحث علمي. يعني وصلنا لمرحله ان هي بحث علمي، مش مهم مين يسمع. يعني هو بيعمل بحث. سمعته او قريت البحث العلمي كان بها، ما قريتوش مش مشكله. ده وجهه نظر معينه، ومع ان دوت واحد من فلاطحه التاليف في الستيتس. لا طيب حاضر. في نوع تاني من المؤلفين المهم عندهم ان هم يخلقوا تجربه نفسيه، حاله نفسيه معينه للمستمع. يعني بيبقى زي ان هو بياخد ايد المستمع كده اهوت خطوه خطوه بيخليه يمشي خلال العمل الفني. باساليب معينه بيحاول يتحكم في التجربه النفسيه اللي يمر بها المستمع. والمؤلفين دول منهم زي مثلا ويتسلاف، اللي انا خدت منه كذا كوت في البروجرام بتاعي اللي فات. وده يدل ان انا مهتم. بس المفروض الفايبريشنز والويفز بتاعت نفس الموسيقى هي اوريدي لما بتوصل للويف لينس معايا مع قلبي مع دماغي نفس الويفز اوريدي بيحصل نوع من الهرمونيه في ده اللي قصدي من ما هو هي المشكله ان الحاجات ديت لا تقطع للقياس. يعني لو ما حدش بيقدر يعني انا اصلا انا متخصص يعني من ضمن التخصصات بتاعتي اللي هو علم نفس الموسيقى. فهنا هو في وجهات نظر كتيره جدا، لكن ما فيش اي حد اي وجهه نظر من دول خاضع للقياس اللي يقول لك فعلا او لا. بس سيادتك دلوقتي الهارب كموسيقى دلوقتي بتشتغل عمليه حاجات سيرجيك في دين كويس دلوقتي. بس ما هي برضه مش ما هو في الالات الصيني اللي هو ال 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 الفوركتون شكر رنانه دي في احجام مختلفه منها بتتخبط وتتحط على الاجزاء اللي هو هم عارفينها الصينيين يعني اللي هي بتحاول تصحح المسار الطاقه في الجسم. بس للاسف هي داخله من ضمن العلاج الشعبي، هي مش داخله من ضمن الحاجات اللي خاضعه للقياس. وممكن الدكتور المتخصص يقول لك لا ده شعوذه ده مش كامل. مش ايوه بالظبط. فللاسف في حاجات كتيره جدا لسه مع
بالرغم من تقدمنا، لكن هي لسه ليست خاضعه للقياس، خاصه كانت لها علاقه بالبشر يعني بالانسان واحاسيسه. انا اشكرك. الله يخليك. ااا آه، ان شاء الله. شكرا جدا.